تعالي تفضلي. نعم. شو اسمك؟ أمنية. أمنية، ماذا تتمنين يا أمنية؟ دكتورة. دكتورة، عافية. زين، الدكتورة تصيرين راسا دكتورة لو تتعبين وتدرسين؟ أتعب وأدرس. أتعب وأدرس، إذا كنا احنا نتعب وندرس حتى نحقق أمنيتنا، مو صحيح؟ صحيح. عافية. إذا أصدقائي وأحبائي صديقتنا أمنية، بيا صف أمنية؟ خامس. شاطرة؟ عافية. بقى صديقتنا أمية، أنت ويانا اليوم ببرنامج لعبة الحظ. قدامك اختيارين. أولاً تفوزين بهاي اللعبة تاخذين جائزة. إذا خسرتي راح ننتقل إلى المرحلة الثانية. شو تقولين؟ مستعدة؟ أكيد؟ إذا صفقة صديقتنا مستعدة. تعالي تفضلي. أوقفي. واحد. اثنين. الثالثة، ابدأ عبية. يلا صفقة عبية. صفقة صديقتنا بعد. شجع زيوني، شجع عبية. فازت صديقتنا أمنية. أمنية، شو تقولين؟ نروح للسؤال الثاني؟ لو نفوز بهاي بس عادي نروح. يعني تحبين الاحرف؟ اي. اذا راح ننتقل الى لعبه الاحرف، يلا تفضلي ويانا. وراح نختار حرف الميم. ميم، يلا اسم بحرف الميم. من هو؟ مريم. صفقة صديقتنا. زين، جماد بحرف الميم شنو؟ ميم جماد. ها نقعد عليها، نقعد نقرا ونكتب. شو اسمها؟ ميز. احسنتي يا صديقتي، عافية. ميز نقطة. زين، مدينة بحرف الميم شنية؟ ها؟ اي بيها اهرامات، اهرامات كبيرة. مصر. صفقة صديقتنا. عافية، صديقتنا أمنية فازت ويانا. تعال تفضل ويانا. أمنية، عندي سؤال إلك وجاوبيني بصراحة. خوش؟ إذا احنا لقينا أحد الطلاب اللي جاي بالصف كسلان وما يقرا، يصير احنا نعوفه لو نعلمه ونشجعه؟ نعلمه ونشجعه. إذا صفقة صديقتنا. لازم نعلم أصدقائنا اللي يحتاجون المساعدة بالدراسة، مو صحيح؟ ما يصير نعوفهم، يعني مو إنه احنا شطار لازم نبقى شطار، لا، لازم نساعد أصدقائنا حتى كلهم يصيرون شطار ويانا، مو صحيح؟ يلا زيوني هدية صديقتنا. ألف مبروك، صفقة حلوة صديقتنا. لا تنسى الاشتراك والإعجاب في قناة شهاب الفضائية.